السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كيفاش عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم كيكه كعاديه بالمندرين. عندي هنايا بعض الحبات ديال المندرين وبعض البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، واحد الياغورت، واحد الفاني، جوج خمارات، وطحين على حساب الخليط. هنايا غادي نقي هاد المندرين، هادي غادي نخليها بالقشوة ديالها، نتو غادي نقطعهم بحال هكا، إلا فيه العظم نحيدو. غادي نخلي ليها القشرة ديالها، مزيانش هادي. سمحوا ليا بدلت المندرينة حيت جاتني ناشفة. غادي نحطها بالقشرة ديالها، صافي. ملي قطعت المندرين غادي نقلي هنايا، غادي نزيد عليها بعض البيضات، بسم الله. هنايا غنجيب كاس ديال مونينيكس باش نخلط كلشي، بسم الله. ديال سنيده الكاس ديال الياغورت، الكاس ديال الزيت،
الفاني وغادي نخلط كل شيء ونرجع لكم. صافي هنايا ملي خلطت الخليط دابا غادي نجيب واحد الاناء باش غادي نخلط الكيكه. غادي نجيب صفايا غادي نصفيو هاد الخليط صافي. ملي شبيتو حيت ديك القشره ديال المندرين هي غير كتعطينا داك الريحه وداك المذاق ديال المندرين. صافي ها هو الخليط ديالي ملي شبيتو. هزت شويه ديال الملحه قصاد الملحه حسيت ما قلتها لكم. دابا غادي نزيد الطحين شويه بشويه الطحين راه بربلتو. غادي نزيد الخميرة جوج خمارات غادي نديرهم للطابلة. صافي هنايا خلطت الكيكه ديالي كتجي بحال هكا. دابا غادي نجيب البون فاش نديرها ندير هكا ديال البون ندهنتو بالزبده ونشد عليه الطحين. صافي دابا غادي ندخلها الفران. الفران درتو سخون على 180 درجه وغادي نقص عليها حتى تطيب ان شاء الله ونرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكيكه ديالي. نتمنى تعجبكم. هذا الشيشه غادي نقطع
أنا راح نحطها، بسم الله نلقى سخونة. هاهي البنات نتمنى تعجبكم، راه جات الشيشة باقا سخونة، نتمنى تجربوها، وشكرا لكم على المتابعة، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.